جينا بقى للبلاي ستيشن، وعندنا بقى الاستاذ ليث والاستاذ علي هيعملوا سباق عربيات، وهنشوف مين اللي هيبقى بيكسب في السباق ده. جاهزين؟ ايوه بقى. طب يلا، ريدي ستاديان جو. طبعا ليث اللي معاه العربيه الصفراء وعلي اللي معاه العربيه الحمراء. اجري يلا. مين؟ ليث اللي كاسب. ليث مركز قوي. ايه يا ليث ده؟ هو بيلعب بلاي ستيشن كتير؟ ليث بيلعب بلاي ستيشن كتير؟ لا. امال ايه التركيز ده؟ ايه العمق ده يا ابني؟ معلش بس في ال11. اجري. ايوه يا علي كده، برافو. في بينكم 10، فرق 10. يلا يا لولي، برافو. يلا يا علي، يلا قربت تبقى في 19 اهو. بص اهو في حد. لا لا معلش، ايه التركيز ده يا علي؟ معلش يا ابني كمل. عندك بنزين، مشكله في البنزين. معلش لما تلاقي في النص حاجات خدها عشان البنزين. اهو خد دول بقى. فول يا ابني، فول. هتلاقي اوت اوف فيو. بنزينك خلص. طب نعمل ايه؟ بنزينه خلص. مشكله دي. يلا يا ليث، برافو عليك يا ليث. معلش يا لولي، حصلت معايا قبل كده، نسيت افول. معلش. خلاص انت هتمثل، تعالى اقعد هنا. الله. طيب احنا كده الحمد لله عربيته وقفت بنزين اساسا، وده يخلينا نبقى دايما فاكرين ان احنا نفول عربياتنا يا جماعه، لانه خطر جدا ان احنا ما نبقى ماشيين العربيه من غير بنزين. خلصنا البلاي ستيشن وهنروح نكمل لعبنا ومسابقاتنا وحكاياتنا.